السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه النشرة الجوية الخاصة بحالة الطقس بالمغرب، فإن شاء الله سوف نقدم لكم آخر تحديثات النماذج العالمية ابتداء من يوم غد السبت والأيام القادمة بحول الله. فلا تنسوا دعمنا باللايك والاشتراك في القناة وشكرا لكم إن شاء الله. فمن المتوقع أن تكون أجواء صافية إلى قاية السحب بإذن الله في معظم مناطق المملكة إن شاء الله، مع احتمال ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة. وبالنسبة لباقي الأيام إن شاء الله كذلك اليوم الأحد، أجواء ستكون غائمة أقصى شمال المملكة مع احتمال بعض قطرات المطر الضعيفة والمتفرقة على الحسيمة. بالنسبة كذلك اليوم الأحد أجواء مستقرة إلى قلة سحب مع احتمال انخفاض إن شاء الله في الطفيف في درجات الحرارة. وبالنسبة اليوم الثلاثاء أجواء ستبقى مستقرة في معظم مناطق المملكة وسيطرة الضغط الجوي المرتفع الذي تبلغ قيمته 1024 هكتو باسكال. أما بالنسبة كذلك ليوم الأربعاء وكذلك الخميس الأزوري كما تشاهدون قادم بقوة وسيؤدي الى استقرار الاجواء. بالنسبه كذلك اليوم الجمعه والسبت باذن الله اجواء صيفيه ستسيطر على الاجواء المغرب. اما بالنسبه كذلك اليوم الاحد اجواء مستقره الى قليل السحب.